اهلا بيكم معايا، انا مروه. النهارده هنعمل مع بعض الناجتس، تشيكن ناجتس. طبعا كلنا بنحبها والولاد بيحبوها، وظلميمه كده وجميله وطعمه لذيذ قوي. في ناس طبعا بتجيبها مجمده من السوبر ماركت، تحطها في الفريزر عندها، تطلع تحمر وقلب. يعني احنا مش عارفين اصلا دي فراخ ولا لا، فخلينا احسن نعملها في البيت، مضمونه، عمايل ايدينا. تقدري تحطيها في اللانش بوكس للولاد الصبح في المدرسه، تنفع اكله بسرعه في الغدا في العشاء. الناجتس طبعا مهمه، يعني على طول مهم تبقى عندك في الفريزر كده ناجتس للطوارئ. فهنعملها مع بعض في البيت، انضف واحسن. خليكم معايا. عندنا كيلو من الفراخ. في ناس بتحب الصدور الفراخ مثلا او حاجه، ده مش صدور، ده زي شيش طاووق كده، يعني الوراك المخليه بتبقى احسن من الصدور شويه، سهله كده في الفرن. قطعناها اصغر شويه علشان لما نحطها في الكيتشن بلندر هنا تبقى سهله، يعني ما تغلبناش قوي الفرن. تمام. فراخ، ده عندي توم باودر وبصل باودر. هنحطهم معلقه صغيره من التوم باودر ومعلقه صغيره من البصل الباودر، برضو معلقه ملح كده وفلفل. تمام. ونيه مع بعض، هضربها بقى كلها وارجع لكم تاني. كده ضرب شويه. هنحط لها ايه بقى؟ بطاطس، بطاطساية حجمها متوسط، مسلوقة ومهروسة. لازم تكون مسلوقة ومهروسة. بطاطس حطي عليها كده هو معلقة من اللبن. اوكي، قلبيها مع بعض. انا البطاطس بسلقها ازاي؟ بحط دايما مع البطاطس في مية السليق ليمونة ومعلقة ملح. اوكي، بس كده. وبحط بقى البطاطس دي مع الفراخ وهكمل ضرب. خليكم معايا. هنحط بقى كمان معلقتين كده من البقسماط المطحون علشان الفراخ يعني تمسك في بعض كده. كمل. حطينا البطاطس، بطاطساية مهروسة مسلوقة ومعلقة صغيرة توم باودر ومعلقة صغيرة بصل باودر. تمام. البطاطساية حطينا عليها بس ايه معلقة صغيرة قوي كده من اللبن، وحطينا معلقتين من البقسماط المطحون، معلقتين كبار كده. الفراخ عندنا ايه اللي حصل لها؟ اتفرمت اهي، اتعجنت. تمام. نعملها بقى ايه؟ ناجتس براحتنا، هوريكم ازاي دلوقتي. تمام. ايه هنعمل ايه بقى علشان نعمل الناجتس؟ انا عندي الاشكال اللي هي بتاعت البسكوت، هنعمل فيها عجينة الفراخ ديت عشان نعمل ناجتس اشكال. شكل القلب مثلا، او شكل الوردة دي، الستار، يعني اي حاجة براحتك، اختاري الشكل اللي يعجبك. هنعمل ايه بقى؟ هناخد كده من العجينة دي كده نحطها جوه، نملى بيها الشكل ده كده. تمام. نملى هنا برضو الشكل النجمة ده، الزيادة بقى كلها كده بشيلها. بقى عندك عجينة بقى كده، يعني ايه عجينة من الفراخ تقدري ايه تشكلي كده. وبحاول اساوي الوش كده من فوق من اي زيادات. بصوا بقى لما بنشيلها اللي هو الشكل،
تحطي عليها كده شويه عشان تطلع. ادي كده الشكل، اضغطي عليها كده من فوق كده علشان تطلع معاكي على طول. كل ما بخلص يعني كميه، طبعا تشكله كده بالشكل ده، كل ما بخلص حبه باخدهم كده بالراحه بنقلهم في طبق علشان ادخلهم الفريزر كده او الثلاجه 10 دقايق ولا حاجه بس كده، ايه يمسكوا في بعض. تمام، علشان بعد كده نقدر ايه نحمرهم بسهوله. بعد ما شكلنا الناجتس وحطيناها كده في التلاجة او في الفريزر كده مثلا يعني 10 دقايق ولا حاجة علشان تبقى كده الشكل ماسك وجميل. تمام، هنبتدي بقى نعمل طريقة البانية بقى العادية. عندي دقيق وبقسماط، عندي توم باودر وبصل باودر، سنة خفيفة قوي من البابريكا والجنزبيل. لو ما عندكيش الكلام ده كله حطي كده رشه خفيفه ملح وفلفل وخلاص على الحاجه، يعني براحتك. نكهه ان انت تنكهيها ببهارات او حاجه دي تبقى على مزاجك. فانا هما دولت كده مع بعض، هعمل ايه بقى، هقلبهم كده وهحطهم بقى هنا في كيس ثلاجه احطهم فيها. وهضرب البيض ده عشان احط الخليط طبعا في الدقيق وبالبقسماط والبيض، احط بس عليه رشه ملح ورشه فلفل وارجع لكم تاني. هنجيبها كده زي ما انتم شايفين، هنحطها الاول في خليط الدقيق مع البقسماط. طبعا اتعاملي معاها بالراحه علشان ما تبوظيش الشكل اللي احنا عاملينه. تمام اهو كده، دخليها بقى جوه البيض كده. تمام، ترجعيها تاني للدقيق والبقسماط، بالراحة خالص، اي زيادة من البيض نشيلها كده بالراحة. حاولي ايه رجعي الشكل تاني. لو ما عندكيش بالمناسبة يعني القطعات بتاعت اللي عليها الاشكال دي، ممكن تعمليها دايره عاديه، ممكن تعمليها صوابع، يعني براحتك، مش لازم تلتزم يعني بشكل القطاعات. ودينا اهو كده عملنا الكميه كلها اللي هنا عملناها، هرجع لكم تاني. خلصنا الكميه كلها بالظبط الكيلو بتاع الفراخ، هنرجعه تاني في الثلاجه او في الديب فريزر برضو 10 دقايق بالكتير عشان البيض والبقسماط يمسكوا فيه كويس قبل ما نحمره. خليكم معايا. بعد ما عملناهم لو حبيتي تخزنيهم بقى في الفريزر في علبه كده، بترصي طبقه من الناجتس وبعدين كيس فاصل ما بين كل طبقه وطبقه، كيس بلاستيك كده. تمام، ادي كده الكيس بالظبط، بترصي بقى عليهم كده الناجتس علشان وقت ما تحبي تحمريهم يبقوا جاهزين معاك. مرحلة القلي الظريفة بقى، الزيت ويسخن كده. تمام، اخد بقى ايه واحدة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بعدها برضو ممكن ايه احطهم بايدي، انا خايفه شكلهم يبوظ، احطهم بايدي احسن. حمريهم من ناحيتين بقى، نبيهم على الناحية التانية. هخلص الكمية اللي هقليها بقى كلها وهرجع لكم تاني. خلاص خلصناه، تحفة يا جماعة، ريحته تجنن. محافظ لسه على شكله شوية، جميل وأنضف طبعا من بره.
عادي بقى ممكن تحطيه بالمناسبة ده جرجير وشبت تمام. حطه بقى كده للولاد نغريهم يعني بأكله يبقى تحفة بالنسبة لهم. تظهرونا في كمان حطينا كده تونس لطيف، في الجزر جزر الصغنون ده كده لطيف قوي برضه، ده ممكن تبقى أكلة لطيفة جدا وظريفة جدا للولاد في المدرسة. الناجتس البيتي والجزر ممكن تسلقيه أو ممكن تحطيه زي ما هو، تحفة تحفة يا جماعة، أكيد أكيد أحسن من بره ألف مرة. وأوريكم شكلها من جوه، بصوا مستوية ريحتها فظيعة. ممكن كمان تحط لهم كاتشب عليها وكده يعني مش قادرة. تحفة تحفة مستوية وفيها لسه جوسي كده من جوه، وطبعا البطاطس اللي احنا حطيناها معاها مخليها تحفة مع لحمة الفراخ، خطيرة لازم تجربوها. بعد ما تجربوها طبعا قولولي بقى عملتوا ايه. ان شاء الله اشوفكم المرة الجاية. باي باي.